السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جماعة. النهاردة إن شاء الله هنعمل فيديو درس اللي هو الطيران في الهواء، يعني اللي كنت عايزينه اللي أنا نزلت صورته على الجروب. فمبدئيا هنفتح أوب فلاينج. المفروض الفكرة من الدرس دوت إن أنت هتصور الصورة بكادرين. أنت هتحتاج الأول ترايبود، لو سواء ترايبود كاميرا أو ترايبود موبايل، وهتحتاج كاميرا او موبايل عادي، يعني لو انت معكش كاميرا عادي ينفع برضه تعمل الصورة، هتصورها بموبايل. وتاني حاجة هتحتاج حاجة انت تبقى قاعد عليها. فهو احنا دلوقتي هنفتح الصورتين. المفروض ان انت هتصور بالكاميرا صورتين. الصورة الاولانية هتصور نفسك وانت قاعد على كرسي او حاجة شايلاك عموما يعني، تمام. وتاني صورة هتصور نفس المكان اللي انت كنت متصور فيه هو بس معلهوش اي حاجة، فاضي، وهتشيل من عليه الكرسي وهتشيل من عليه كل حاجة. طيب هنعمل بعد كده ايه؟ هنجيب الصورة اللي احنا ايه قاعدين فيها ديت، وهنحطها فوق الصورة الفاضية، تمام. وهنقفل دي. هتجيب ديت وتحطها بالظبط بالظبط ايه هي فوق التانية، تمام. فانت كده بقى عندك الصورتين هما تحت بعض. فالفكرة ان انت لما هتيجي تمسح اي حاجة من الصورة ديت هيبقى لك ايه، مش هيبقى لك بقى يعني. انت بص مثلا لو احنا قفلنا ديت مثلا وجينا دلوقتي ايه نجرب بالاريزر نمسح، مثلا هنكبرها شوية كده وايه هنيجي مثلا نمسح. بص هيطلع لك ايه، هيطلع لك كده. طيب ايه بقى فايدة ان احنا نحط ديت؟ هترجع لك كل حاجة تاني، لأن أنت بتمسح في الطبقة الأولانية، الطبقة التانية هتفضل زي ما هي، أنت ما بتمسحش فيها. فاللي هيتبقى لك إيه لو جينا نعمل كنترول زد هيطلع لك الكرسي زي ما هو، تمام كده. هنيجي نزوم. طبعا يا جماعة اللي أنا بعمله دوت يعني إيه مش شغل احترافي، أنا بديك بس الطريقة، وإيه كل واحد بقى وهو وشطارته هيقدر يعمل حاجة أحسن وباحترافية أكبر. هنحاول بقى نمسح كده الكرسي، تمام. فكرة بقى ان انت عندك ايه، بيبقى فيه ظل كده، هنحاول نجيب ديت. الهاردنس بتاعها زيرو. نعمل زوم اكتر. كل ما الجزء دوت يبقى احترافية اكبر كل ما الصورة هتبان ان هي واقعية اكتر، تمام. هنيجي هنا نحاول بقى ان الجزء دوت يبقى ايه، يعني نحاول نخليه ايه يعني كأنه الظل بتاعك انت، يعني ايه كأنه مكانش فيه ظل بتاع اي حاجة كده، تمام. ده كأنه ايه الظل بتاعك، كأن انت مكانش فيه اي حاجة. يعني هنمسح كده زي ايه حاجة بسيطة كده، ايه دوت الظل بتاعك كده، ده كده كل دوت الظل بتاعك، تمام. هندوس كنترول يو، نحاول نلعب في الايه في الإضاءة كده شوية، ده شوية افكت، نلعب في اللايت. بص كل ما بتلعب في اللايت الحاجات دي بتبان، واخد بالك. فاحنا ايه نحاول نفتحها شوية بحيث ان الكلام دوت ما يبانش كده. ودوت يا جماعة كان ايه يعني، كان يعني ايه يعني الطريقة بشكل مبسط بس من غير احترافية خالص. انت طبعا لو عايز تطور فيها وتحسن هيبقى ديت حاجة ايه احسن بالنسبة لك. وانتظرونا ان شاء الله في الدروس القادمة هنعمل ان شاء الله حاجات احسن. شكرا لكم.